بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في حلقة فعلا فعلا من خاطري ومن قلبي إنها تنتشر فهذه الحلقة. أرجوكم أمانة، والله أحملكم إياها أمانة، أنكم تنشرون الحلقة على أوسع نطاق وتخلون كل عيالكم يشوفون هذه الحلقة. أرجوكم أعزائي المشاهدين. طبعا حزب الهمبرجر، حزب الهمبرجر، نعم نعم، اسمعوا اسمعوا هالقصة يا همبرجر. اخواني الكرام، ركزوا، ارجوكم ركزوا على هذه الحلقة. في مجموعة من الناس يتبعون لقبيلة اسمها عكل وقبيلة اسمها عرينة، تقريبا نقول عددهم يعني على حسب الروايات يعني الى من 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 6 5 الى 10 اشخاص. يعني هذول ذهبوا لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ورايحين عشان يعلنون إسلامهم. فعلا ذهبوا إلى المدينة ودخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه وأعلنوا إسلامهم. وانتم عارفين قبل اللي سافر من مكان لمكان يعني مو مثل الآن راكب لي سيارة ولا طيارة، لا، يقعد في المدينة كم من يوم ضيافة، يعني مشقة السفر. فقعدوا كم من يوم في المدينة المنورة وأصيبوا بعدوى وأصيبوا بمرض، تغير عليهم الجو، والروايات صراحة اختلفت، ولكن يعني معظم الكلام أنهم أصيبوا بمرض في البطن وحسوا بألام وأوجاع. فذهبوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قالوا يا رسول الله تغير علينا الجو وعندنا آلام شديدة في بطوننا، شو نسوي؟ نبي علاج، مو قادرين مو قادرين، احنا مش متعودين على جو المدينة. فأمرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى إبل، في إبل تابعة لأحد الأشخاص، وفي رواية تقال أن لا، هذه إبل الصدقات، الناس اللي تتصدق بالإبل وما إبل يجمعونها في مكان من أجل استخدامها للخير. إخواني الكرام، وكان في رعاة، مجموعة من الرعاة، اختلفت الآراء، اللي يقول لكم والله ثلاثة أربعة، المهم نقول والله مجموعة من الرعاة موجودين لخدمة ورعي هذه الإبل إخواني الكرام وحراستها كذلك. فقال لهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى هذه الإبل واشربوا من بولها وألبانها، شربوا من لبن الإبل هذه ومن بولها، وراح تشوفون بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا موضوع شرب، كثير من الملاحدة يمسكون علينا موضوع شرب بول البعير، ما شرب بول البعير، وأنا راح أسوي حلقة أو أرد على هذه الشبهة الشيطانية، راح أتكلم عن هذا الموضوع عموما، لكن خلوها في حلقة ثانية. فذهب هذول من هذه القبيلتين عكل وعرينة، هالمجموعة ذهبوا إلى هذه الإبل وكانوا مرضانين وتعبانين، ولما وصلوا هناك فعلا خذوا الوصفة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، شربوا شوية من البول وشربوا شوية من اللبن، والحمد لله رب العالمين شفوا تماما، شفوا تماما. فلما شفوا يعني تزينت، سبحان الله، زين لهم الشيطان هذه الإبل، شنو البركة اللي في هالإبل، شنو الخير اللي في هالإبل، اللي لبنهم يشفي الأمراض واللي وبولهم يشفي الأمراض وهكذا. فزين الشيطان لهم الإبل، فقروا إيش؟ يقتلون الرعاة ويسرقون الإبل. ركزوا معي أعزائي المشاهدين، فعلا قاموا هذول وارتكبوا هذه الجريمة بالغدر، وباغتوا الرعاة وقتلوهم خلاص، لا مثلوا فيهم، شوفوا لأنهم مجرمين فيهم الإجرام، بطوا عيونهم يعني فقعوا عيونهم أعزائي المشاهدين، وقطعوا، مثلوا بجسم الرعاة وقطعوا أيديهم، وماتوا طبعا الربع، قتل الرعاة، قتل، وسرقوا الجمال وراحوا وين؟ رجعوا ديارهم. علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، سواء بالوحي او ان في حد بلغه، علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحادثة الشنيعة هذه. تتوقعون ايش سوى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ انت 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 يلي تكتب لي احيانا وتقول لي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي احسن، تحطون الآيات في غير مواقعها، ركزوا معاي يلي تقولون لي والله عبد العزيز أسلوبك، وعبد العزيز شوي شوي، وضحكوا عليكم 50 60 سنة في المدارس وفي الإعلام، ضحكوا عليكم بالكيوت، بالدين الكيوت. إذا واحد أعطاك كف
على خدك الأيمن، مد لخدك الأيسر، وإذا مديت لخدك الأيسر بعد خلي يركب عليك. نعم نعم، هذا الكلام الفاضي اللي علمني. ماذا صنع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا الخبر الشنيع؟ أمر الصحابة الكرام، مجموعة من الفرسان من الصحابة، قال لهم اركبوا خيولكم والحقوهم وهاتوهم هاتوهم. وفعلا أسرع الصحابة والحقوا عليهم في الطريق وألقوا القبض عليهم وجابوهم عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. تتوقع ايش سوى الرسول محمد؟ قال لهم عيب، لا 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 لا، ليش ليش؟ قال مثل ما يقولون بعض الناس، اسكتوا عن الباطل بالسكوت عنه، ولا ما ادري شنو، اجتنبوا الباطل بالسكوت عنه. سكت عنهم الرسول؟ لا يا حبيبي، امر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقبل ما يقتلهم امر بانه يفقع عيونهم كلهم كلهم، فقع عيونهم وطلعها. ركز ركز اخوي المسلم، شوف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان ظالم، لا والعياذ بالله قاسي، لا والعياذ بالله، كان عادل عادل وحازم في الحق. يلي تتهمون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انه كان يرمون زبالة وشوك عند باب بيته وعادي ولا كلمة ما يقول شيء، طيب طيب. نعم نعم، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اطيب البشر واخلق البشر وكل الصفات الطيبة في الرسول، لكن في الجهة الاخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حازم، كان عادل، كان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فأمر الصحابة أن تفقع عيونهم، يفقعون عيونهم، وأن تقطع أيديهم، اقطعوا أيديهم وأرجلهم وقتلهم، ورماهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الصحراء في الشمس. يقول لكم إن ظلوا في الشمس مقطوعين الأيدي والأرجل حتى ماتوا وخاسوا. وفي رواية ثانية يقول لكم لا، صلبهم الرسول، صلبهم وهم مقطوعين الأيدي والأرجل مفقوعين العين. ايش رايك انت يا مسلم؟ ايش رايك؟ وايش رايكم انتم يا حزب الهمبرجر يلي لا، اللي حرق القرآن احنا نسكت عنه. ليش نسكت عنه؟ لا، لان اذا ردينا عليه بيتشجعون. لا، احنا نطنش حق كل واحد حرق القرآن عشان ان 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 السالفه تموت، السالفه تموت. إيه بتموت بتموت. نعم نعم بتموت. إذا شفتوا باطل ومنكر اسكتوا عنه. نسكت عنه ليش؟ لا، إذا سكتنا عنه ما حد داري عنه. لكن إذا احنا تكلمنا وأنكرنا لا. أعطيك همبرجر ولا اشتري؟ راح اشتري لك ماكفلوري اكسترا كراميل أوريو. تبي تاكل سكريم ولا اشتري بعد؟ اشتري لك فانيليا بالبندق. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا ماذا صنع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هل القصة هذه علموكم إياها في المدارس؟ أنت اكتب في التعليق، علموكم القصة هذه في المدرسة؟ لا ما علموكم. علموكم القصة الكذب، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت ترمى في المدينة المنورة في عز الإسلام وعز قوة المهاجرين والأنصار، كانت ترمى الزبايل، اليهودي اللي يرمي الزبايل أمام بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول عادي. ويوم ما خرج الرسول من البيت ولم يجد، قال ها اكيد مريض بروح له، وراح للرسول وزاره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على الكذب وغسيل المخ اللي سوى لكم اياه. شوفوا شلون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صلبهم، قطع اياديهم وارجلهم وفقع اعينهم ورماهم مثل الكلاب في الصحراء، لان الجزاء من جنس العمل، عاقبهم بالمثل، العين بالعين والسن بالسن. عرفت اخواني الكرام؟ هذا دينكم. وكذلك الله سبحانه وتعالى، ركزوا على هذه الايه، يعلمكم الايه هذه في المدارس، بقراها لكم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او رسوله، ما ادري صححوا لي، ويسعون في الارض فسادا، هذول اللي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، يسعى رايح ياي يبي يخرب، يبي يسوي مسلسل يخرب الناس، فكن استات يطلعهم، يعلم الناس الباطل، يكذب على الناس، يسعون في الأرض فسادة، كل شيء في حرب على الإسلام يسويه، هذا شنو جزاء عند الله سبحانه وتعالى؟
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كلنا على حسب جريمة إخواني الكرام. علموكم الآية في المدارس ولا لا إخواني الكرام؟ هالآية هذه العظيمة، جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذول اللي يطلعون في الأفلام وفي المسلسلات والإعلاميين واللي يكتبون تغريدات واللي واللي واللي، وفي المدارس اللي زور في المناهج اللي علموكم على الدين الكيوت وعلى الدين التاكل وترقد وتضارب وما تسوي شيء ثاني. فشوفوا هذه القصة العظيمة، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عاقبهم بنفس العقاب اللي هم اللي هل خاف الرسول؟ هل قال والله هذول جايين من قبيلة برع خل نسكت؟ لا والله هذول ممكن يهاجموننا، لا والله قسوة. الآن شوفوا شلون الغرب المجرم، الإنسان اللي يقتل، شوفوا تخيلوا يقتل بنت مثلا عمرها 7-8 سنين ويغتصبها ويقتلها ويرميها في الزبالة، ولما يحاولون للمحاكمة يطلعون الرأي العام شو يقول لك؟ لا تقتلون، حرام، هذا عنده أسرة، هذا يرعى أطفال، لا هذا مسكين مريض نفسي. ها نسيتوا الطفلة اللي قتلت والآن قاعدين تتكلمون عن هذا المجرم وتدافعون عنه؟ عشان كذا كثير من العلمانيين العنجاز يطلعون لك يقول قطع اليد قسوة، القتل قسوة. زين نسيتوا الطفلة اللي اغتصبها وقتلها؟ نسيتوا الحرامي اللي دخل البيت وقتل أصحاب البيت وحرق البيت عليهم؟ حلال؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أخواني الكرام، لا أريد أن أطيل، أعتقد هذه القصة رد شافي وقوي على حزب الهمبرجر، وأنصحهم حزب الهمبرجر أن هالمرة يكثرون شوي زيادة، غير الهمبرجر حط لك يا الله يسلمك شاورما لحم وشاورما دجاج وكل كل كل يا حبيبي، وحط لك شيشة وأرقل أرقل يا حبيبي، وقعد في البيت طاقع وضارط، لكن لا تظل الناس والله لحط الجزمة في فمكم يا حزب الهمبرجر. والله أنا أقول لكم يا ناس أن هذول نطهر الأمة منهم ونتخلص منهم أولى من أن نحن نتخلص من الحكام ومن الظلمة ومن الطغى. اقروا هذه القصة وسمعوا هذا المقطع لعيالكم عشان يعرفون عزة الإسلام، عشان يعرفون قوة الإسلام، عشان يعرفون أن اللي يحرق القرآن واللي تطاول على الرسول واللي 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 ما له إلا الجزمة، ما له إلا الجزمة. ولا يضحك عليكم واحد يقول لكم والله يا أخي ابتعدوا عن الباطل بالسكوت عنه. المقولة الصحيحة تقول أو اجتنبوا الباطل أو نسيت والله يا أخي، أنا دائما حتى سويت حلقات حسبي نسيتوني هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يعني اقتلوا الباطل باجتنابه، عرفتوا أخواني الكرام، وأحيوا الحق باتباعه. هذه المقولة الصحيحة، وأرجو أنا سويت حلقة والله نسوني المقولة الصحيحة، مش المقولة الشيطانية اللي يقولك والله الباطل اسكت عنه اسكت عنه. نسكت عن الباطل؟ هذا كفر والعياذ بالله. ليش كفر؟ لأنك أنت تخالف، كأنك أنت تنكر ما قالها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما قالها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره. حسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى الرسالة تكون وصلت.